صباح الخير، صباح الفل، صباح القشطة، صباح البلد. بصبح على حضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم صباح البلد على قناة صدى البلد، معاكم من 8 ل 10 بموضوعات مختلفة ومتنوعة. بس خلونا نبتدي النهاردة الصبح نتكلم على جولة مهمة جدا حدثت بالأمس قام بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. الجولة كانت في منطقة مختلفة، هي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي. الرئيس تفقد هذا المشروع، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، لاستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة بالاتجاه الشمالي الغربي للجمهورية. إيه هو مشروع مستقبل مصر؟ عايزة أقول لحضراتكم كده بسرعة المشروع ده عبارة عن إيه. مشروع مستقبل مصر ممتد على مساحة 500 ألف فدان. المشروع ده بيجي ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية. الفرص الإنتاجية بقى اللي في إيه؟ اللي في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي. المشروع ده هيصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة اللي بتنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد. زي ما حضراتكم بتشوفوا في الصور اللي قدامنا كده إن المشروع ده هدفه توفير منتجات زراعية، مش أي منتجات زراعية، لا، منتجات زراعية ليها جودة عالية وبأسعار مناسبة للمواطنين. ده هيسد الفجوة في السوق المحلي ما بين الإنتاج والاستيراد. هيعمل حاجة مهمة كمان جدا، إنه هيوفر العملة الأجنبية لصالح الاقتصاد القومي للدولة، ده غير توفير آلاف من فرص العمل المباشرة ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكل المواطنين، لأنه في أنشطة متنوعة وفي فرص استثمارية عديدة بيوفرها المشروع. والمشروع ده أنا عايز أقول أنه بيشترك فيه كبرى الشركات الزراعية المتخصصة من القطاع الخاص. طيب المشروع ده فين؟ المشروع ده شفته مرة وأنا طالعة على الساحل، خدت إيه؟ محور الضبعة. يبقى المشروع بيقع على امتداد طريق محور الضبعة. محور الضبعة ده حضراتكم عارفين إنه من الطرق الجديدة اللي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق. الموقع ده اللي أنا بقول حضراتكم عليه اللي هو امتداد محور الضبعة بيتميز بقى بمزايا جغرافية عديدة. ليه؟ أولاً المكان ده قريب من مواني التصدير، مش بس المواني، والمطارات والمناطق الصناعية وعدد من الطرق والمحاور الرئيسية. ده هيعمل ايه؟ هيسهل نقل ونفاذ المنتجات الزراعية من أراضي المشروع لسائر أنحاء الجمهورية، وده طبعا كان له أثر ملموس بالفعل خلال العام الماضي في توفير المنتجات الزراعية المختلفة في أنحاء البلاد للمواطنين، وهي من إنتاج المشروع ده. المنتجات الزراعية المختلفة اللي كانت متوفرة خلال جائحة عالمية وهي جائحة فيروس كورونا. السيد الرئيس كان حريص على أنه يجتمع في نهاية الجولة التفقدية ببعض من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة المشتركة في المشروع وعدد من مسؤولي الإدارة. الرئيس خلال هذا الاجتماع اطلع على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع، وأيضا وجه بتعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف جهات الاختصاص لتحقيق جدارة تنفيذ مشروع مستقبل مصر. ليه التنسيق ده؟ لأن المشروع ده رقعته الجغرافية شاسعة، يعني كبيرة قوي. ده طبعا بهدف تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به بقى من صناعات غذائية وزراعية. الصناعات المكملة دي هتكون قيمة مضافة لمنظومة المشروعات القومية في مجال الزراعة، الغذاء، والأهم تحقيق الاكتفاء الذاتي. أيضا في حاجة مهمة جدا، إنه هيوفر فرص عمل في تخصصات مختلفة في المشروع، وده بيمثل إحدى التوسعات الاقتصادية الكبرى اللي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال الحالية والقادمة.
تعالوا نتابع مع بعض جولة السيد الرئيس بالأمس لمشروع مهم جدا. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي باستصلاح 500 ألف فدان على امتداد طريق محور الضبعة، أحد الطرق الجديدة التي تم تمهيدها ضمن الشبكة القومية للطرق. ويأتي مشروع مستقبل مصر الممتد على مساحة 500 ألف فدان ضمن استراتيجية الدولة لتعظيم الفرص الإنتاجية الكامنة في مجال استصلاح الأراضي والإنتاج الزراعي، ليصبح إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية التنموية العملاقة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات وعلى اتساع الرقعة الجغرافية للبلاد. وقد وجه السيد الرئيس خلال الجولة التفقدية بالتزام إدارة المشروع بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل لسلامة العمال والموظفين. جاي عشان أسمع منكم في مشكلة نحاول نحلها. احنا بدأنا فندم مع بداية المشروع في 2017. السنة اللي فاتت حققنا تقدم كبير في بالنسبة للذرة الصفراء، وصلنا ل 4 طن في الفدان من متوسط 2.8، وشغالين في تطوير وبننقل التكنولوجيا من بره وبنوطنها هنا في المشروع وبنساعد فيها المستثمرين التانيين. تمام. طب في حاجة، في مشكلة عندكم؟ احنا فندم ممكن نستثمر في مشاريع تولية الأجل زي الزيتون وزي النخيل البرحي المتناسب مع طبيعة المنطقة، فعايزين نعود أطول شوية عشان ده استثمار طويل الأجل. عمر البيفو ده قد إيه؟ المفروض حضرتك الهيكل المعدني حوالي 20 سنة، مع الصيانة والاستخدام ممكن يوصل 25 سنة، وده واقع فعلي سيادتك. قدرنا سيادتك نورد حوالي 1000 جهاز تقريبا للمشروع في وقت قياسي ما زادش عن 5 شهور تقريبا. قدرنا نحصل على أسعار عن طريق التفاوض الشديد معاه، سعر ما حصلش لصالح مشروع مستقبل مصر. ويهدف مشروع مستقبل مصر لتوفير منتجات زراعية ذات جودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين، ولسد الفجوة في السوق المحلية ما بين الإنتاج والاستيراد، بالإضافة إلى توفير آلاف من فرص العمل المباشرة ومئات الآلاف أخرى غير مباشرة لكافة فئات المواطنين. وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اجتمع في نهاية الجولة التفقدية بالمسؤولين عن المشروع بحضور عدد من رؤساء الشركات الزراعية المتخصصة، وذلك بمشاركة قائد القوات الجوية، حيث اطلع سيادته على تفاصيل وتطورات المراحل الحالية والمستقبلية للمشروع الذي يمثل أحد التوسعات الاقتصادية الكبرى التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي والتنموي لمصر لصالح الأجيال الحالية والقادمة من شعب مصر العظيم. اي حد هيطلع على محور الضبعة رايح على المنطقة الشمالية هيشوف المشروع، هتلاقيه على ايدك الشمال على طول. مشروع يفرح، بنخضر اراضي وبنخلق شغل جديد ويبقى عندنا اكتفاء ذاتي، حاجة فعلا نفتخر بيها. تعالوا بقى نروح لفقراتنا النهاردة، عندنا جولتنا حول العالم. هنبتدي جولتنا النهاردة من الصين، هنشوف فيها مدينة الجليد واللي بتستمر في استقبال الزوار. بعد كده هنشوف أول مزاد للأسماك في طوكيو، من طوكيو هنطير على أسبانيا ونشوف إعادة مشهد المهد
تحت الماء. أيضا هنتابع عشرات السلاحف صغيرة الحجم على طول الشاطئ. ده بقى فين؟ في إندونيسيا. السلاحف الصغيرة بتعمل إيه؟ بتشق طريقها في الرمال عشان توصل لمياه المحيط الهندي. بعد ما هنخلص جولتنا حول العالم عندنا جولة تانية وهي جولة إخبارية هنتابع فيها مع حضراتكم أهم الأخبار والتقارير وأيضا المقالات في الصحف المحلية والعربية والعالمية. من أهم العناوين اللي هتكون معانا النهاردة وصول البحارة المصريين مطار القاهرة بعد تحريرهم. نقرأ: الصحة تسجيل 101 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة. وزير الأوقاف يطالب بتكفيف منابع جماعة الإخوان بوصفهم الإرهاب نفسه. وزير الكهرباء مصدر 420 مليون فاتورة استهلاك سنوياً والأخطاء البسيطة واردة. تويتر يعلق حساب ترامب بشكل دائم. ده غير عدد من الموضوعات المهمة اللي هنتابعها في جولتنا الإخبارية النهاردة. أما بخصوص فقراتنا الرئيسية النهاردة فعندنا في البداية فقرة حوارية هتكون مع السيد عادل العسومي. الأستاذ عادل العسومي هو رئيس البرلمان العربي. أنا رحت سجلت معاه وفتحنا معاه عدد من الملفات المهمة حول الوضع الإقليمي والعربي بشكل عام. فقرتنا الثانية هنتكلم فيها عن الاقتصاد. هيكون عندنا قراءة للاقتصاد المصري في عام 2021. إزاي الاقتصاد المصري يقدر يواجه تداعيات كورونا ويقدر يكمل انطلاقاته اللي أشاد بيها العالم. ده هيكون إن شاء الله من خلال لقائنا مع دكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. هي دي فقراتنا. تعالوا نطلع فاصل سريع ونرجع لحضراتكم بتفاصيل يومنا النهاردة إن شاء الله. بنحب نبتدي يومنا دايما بالنشاط بالحيوية بالحركة. إيه رأيكم نروح لشرم الشيخ ونشوف شمس شرم الشيخ الجميلة مع البحر الحلو مع فالنتينا ومجموعة تمارين رياضية خفيفة. Ladies and gentlemen, good morning everybody. Today we're gonna carry on our stretching for the body and we carry on with some exercise for the back and for the leg. So from this position, take your breath and then stretch one side and put there out. Open. Carry on other side. Breathe. Out. Open. Now with the two arms pull in front of you. Try to keep your back straight, pull in front of you, and now down in the middle. If it's hard to touch the floor, we can open a little bit more the legs. Okay, now just bend your legs, extend again, and once again, bend, extend, okay, we put one hand next to the opposite foot and the other arm go up. Okay, the other side the same, put your hand and up. Thank you.
stop. Slowly, slowly, stand up. Okay, now we sit down and we carry on for the legs. So sit down. And we put our leg in this position, the feet one in front of other one. Okay, put your hands on the knees, breathe. And when the air go out, we push down on the knees, slowly, slowly. One more time, take your breath. And push. Again, breathe. And push. Okay, now leave your knees, relax your back, relax your shoulder, completely relax as much as you can, and put your head down near to your chest. Keep this position, trying to relax and make a big breath. Stop. Okay, so ladies and gentlemen, we're gonna carry on tomorrow with more exercise to stretch our legs. النهارده السبت، في ناس كتيره اجازه، لكن احب اقول لكم واحنا جايين النهارده الجو كان دافي لطيف جدا. شبوره، كانت في شبوره بس مش كثيفه زي اليومين اللي فاتوا. تعالوا نتاكد اكتر الجو النهارده هيبقى عامل ازاي. معانا دكتوره ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتوره ايمان، صباح الفل. صباح الفل على حضرتك استاذه رشا، وصباح الفل على كل الساده المشاهدين. صباح الخير يا فندم. النهارده الجو خليني اقول كان دافي، والشبوره مش بالكثافه اللي كنا فيها اليومين اللي فاتوا. هو فعلا الجو دافي، وفعلا درجات الحراره اعلى من المعدلات بحوالي من درجتين لثلاث درجات، لكن الشبوره لسه ما زالت كثيفه وبتصل لحد الضباب. يمكن طرق وطرق، يعني في طرق بتكون اقل، لكن في طرق ما زالت مغلقه حتى الان، وطبعا في الرؤيه منخفضه لاقل من 200 متر على بعض الطرق، فده معناه ان الشبوره لسه كثيفه ولسه ضباب على بعض المناطق. وفي عده طرق تم اغلاقها اليوم في الصباح الباكر، طريق الاسماعيليه وطريق العين السخنه والسويس وطريق اسكندريه الصحراوي وطريق الاقليمي، فلسه ما زالت الشبوره الكثيفه مستمره معانا حتى منتصف الاسبوع، هذا الاسبوع ان شاء الله حتى يوم الثلاثاء القادم، شبوره مائيه كثيفه بتصل للضباب. لكن طبعا بالنسبه لدرجات الحراره، فعلا احنا اعلى من المعدلات بحوالي من درجتين لثلاث درجات، ودرجه الحراره المتوقعه العظمى بتوصل ما بين 23 و24 درجه، وده بسبب المرتفع الجوي اللي مأثر علينا. طبعا احنا في حاله استقرار بقالنا اكثر من ثلاث اسابيع برغم بدايه الشتاء الجغرافيه اللي بدات 21 ديسمبر، الا اننا مستمرين في حاله الاستقرار في الاحوال الجويه حتى يوم الثلاثاء القادم ان شاء الله. ما دي نعمه، نعمه يا دكتوره ايمان، يعني مع ظروف كورونا دي. طبعا اكيد، يعني هو بس يمكن الشبوره اللي قلقت الناس شويه، وخصوصا على الطرق والسفر، لكن فيما عدا ذلك الجو مستقر تماما، ودرجات الحراره اعلى من المعدل. مع منتصف الاسبوع، هذا الاسبوع ان شاء الله يعني من يوم الاربعاء هتبدا تكون في تغيرات جويه الى حد ما، هنبدا نشهد عوده للامطار مره اخرى، هتبدا السواحل الشماليه يوم الاربعاء ان شاء الله، وتستمر حتى نهايه الاسبوع وتمتد للوجه البحري. وطبعا التفاصيل احنا هنعلنها مع حضراتكم اول باول، فيعني كفايه بقى استقرار كده، يعني الناس زهقت. بس بمناسبه كفايه استقرار، انا قريت كده انه هتصل يوم الثلاث او الاربع، هتصل 27، الكلام ده حقيقي
هي درجات الحراره متوقع توصل 25 درجه بالنسبه للقاهره، مش هتوصل ل 27 قوي، بس ممكن توصل ل 25 درجه فعلا يوم الثلاثاء، ودي هتبقى مثلا يعني نهايه حاله الاستقرار ونهايه الارتفاع درجات الحراره. هنبدا بعد كده نشهد انخفاض الى حد ما في درجات الحراره، وفرص امطار على السواحل الشماليه للبلاد منذ يوم الاربعاء ان شاء الله. لكن حتى الان احنا مستقرين في الاحوال الجويه حتى يوم الثلاثاء القادم، والشبوره مستمره معانا حتى يوم الثلاثاء القادم. طيب ده شيء جميل، يعني اصل الشبوره بتقعد فتره وبعد كده خلاص بيبقى اليوم كله لطيف، يعني بيبقى الجو فيه لطيف. ده فعلا حقيقي. بعد الساعه 10 الشمس بتطلع والجو بيبقى دافي جدا، وسطوع لاشعه الشمس والجو بيبقى مستقر جدا فعلا، وده كان جو يعني رائع استمتعنا بيه كلنا لمده اكتر من 3 اسابيع. لكن طبيعه فصل الشتاء ان لازم يكون فيه تقلبات جويه طبعا، وخفض الحراره وفرص امطار طبعا، ده طبيعي جدا في فصل الشتاء. احنا لسه ما شتناش، يعني انا حاسه ان انا في خريف او ربيع، يعني لسه ما حسيتش ده حقيقي قوي يعني. فعلا ده حقيقي فعلا، احنا حتى الملابس لسه لم نرتدي الملابس الثقيله قوي حتى هذا الوقت، لان لسه درجات الحراره يعني تعتبر في المعدلات واعلى من المعدل كمان ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره ايمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئه العامه للارصاد الجويه. الحقوا استمتعوا بالدفء اللي احنا فيه لغايه يوم الثلاث، وبعد كده هنقول لكم يوم بيوم اللي هيحصل، بس احنا شكلنا داخلين على انخفاض في درجات الحراره من بعد يوم الثلاث، شويه مطر كده حلوين، نحس بقى بالشتاء شويه. طيب تعالوا نشوف العالم بيحصل فيه ايه اليومين دول. دلوقتي معادنا مع جولة في الصحافة والمواقع المحلية ومجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة. نبدأ من بوابة الأهرام ونقرأ: وصول البحارة المصريين مطار القاهرة بعد تحريرهم، والخارجية حماية المواطنين في أنحاء العالم أولوية. وصل مطار القاهرة الدولي على متن طائرة مصر للطيران مساء أمس البحاران المصريان اللذان كانوا ضمن طاقم السفينة ميلان عند تعرضها للقرصنة على سواحل نيجيريا. كان في استقبال البحارة المصريين السفير عمرو عباس نائب وزير الخارجية، وأحمد رفعت مدير مكتب وزارة الخارجية بالمطار. وقام فريق العلاقات العامة بمطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات وصول البحارة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان على الأولوية التي توليها الدولة المصرية وبتوجيهات القيادة السياسية لحماية كافة المواطنين المصريين في كل أنحاء العالم، بالتنسيق المستمر مع وزارة الخارجية والجهات المعنية بالدولة. ظلت السفارة في أبوجا على تواصل مع المواطنين المصريين، وحرصت على التأكد من قيامهما بالتواصل مع أسرتيهما في مصر لطمأنتهما. كما تابعت السفارة المصرية في ياوندي استكمال عملية إعادة المواطنين إلى أرض الوطن بعد أن تم إطلاق سراحهما. من بوابة أخبار اليوم والتي أعدت بابا تحت عنوان الاتحادية في أسبوع، يقدمه الزميل أحمد حمدي محرر شؤون رئاسة الجمهورية بأخبار اليوم ورئيس تحرير البرنامج، ويستعرض فيه نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع المنقضي، وجاء كالتالي: السيسي يتلقى رسالة من أمير الكويت حول مساعي تحقيق وحدة الصف العربي، تطوير قطاع المحاجر ومتابعة المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. الرئيس السيسي يفتتح المعرض الأول لتكنولوجيا تحويل وإحلال المركبات للعمل بالطاقة النظيفة. وزير الخزانة الأمريكي يشيد بالموضوعية التي أبدتها مصر خلال مفاوضات سد النهضة. الرئيس السيسي يستعرض مع رئيس المخابرات العامة التطورات الخاصة بملفات الأمن القومي المصري. وبحث عددا من الموضوعات في العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خاصة في مجال الطاقة. ننتقل إلى موقع الوطن ونقرأ: الصحة تسجيل 1001 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة.
أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الجمعة عن خروج 754 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. يرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 117529 حالة حتى اليوم. أوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 1001 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 56 حالة جديدة. وقالت إنه طبقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 من مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرا لتعافي المريض من فيروس كورونا. وذكرت وزارة الصحة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 147810 حالات، من ضمنهم 117529 حالة تم شفاؤها و 8085 حالة وفاة. من موقع الشروق نقرأ: وزير الأوقاف يطالب بتكثيف منابع جماعة الإخوان بوصفهم الإرهاب نفسه. طالب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بتكثيف منابع جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدا أن الإخوان صاروا هم الإرهاب عينه، وأنهم الأداة الطيعة للعمالة والخيانة التي يستخدمها أعداء أمتنا لهدم أوطاننا. وقال وزير الأوقاف في تصريحاته إنه لم تقع دولة من الدول في دائرة الفتنة والفوضى إلا كانت جماعة الإخوان العميلة أحد أهم عوامل هذه الفتنة والفوضى، إن لم تكن وقودها المشتعل. وأضاف: حتى لن ننسى أو تذبل الذاكرة، فإننا يجب أن نظل نذكر بصفحات من دفاتر الإخوان السوداء وتاريخهم في الخيانة لأوطانهم والعمالة لأعدائهم وعدم إيمانهم بالوطن ولا بالدولة الوطنية واستحلالهم للتخريب والهدم وإراقة الدماء، من منظور أن الغاية تبرر الوسيلة، ولا حرج في أيديولوجيتهم من التضحية بعدة آلاف من الخلق في سبيل تحقيق غاياتهم وأطماعهم، حتى صاروا عبئا ثقيلا على الدين والوطن والإنسانية، فإنما حلوا حلت الفتن والقلاقل والانقسامات والاضطرابات، ولا يوفون بعهد ولا وعد، نقادون للعهود والمواثيق، حتى صارت التقية أخص صفاتهم ونقد العهود أبرز سماتهم، ليدرك الجميع أن عمالة الإخوان وخيانتهم ليست وليدة اليوم، إنما هي جزء من أيديولوجية الجماعة منذ نشأتها وعبر تاريخها الأسود المشؤوم. من اليوم السابع نقرأ: وزير الكهرباء مصدر 420 مليون فاتورة استهلاك سنويا والأخطاء بسيطة واردة. أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي عدد فواتير استهلاك الكهرباء التي يجري إصدارها سنويا من قبل شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تبلغ 420 مليون فاتورة، قائلا: الأخطاء بسيطة واردة في وسط هذا الكم من الفواتير. وقال شاكر في تصريحات خاصة لليوم السابع إنه لا يمكن إنكار وجود أخطاء ويجب الاعتراف بها، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية تصدر شهريا ما يقرب من 35 مليون فاتورة استهلاك كهرباء، مؤكدا أنه يتم مراجعتها بدقة قبل وصولها للمواطن، ولكن هذا لا يعني عدم وجود أي أخطاء. وتابع شاكر أنه لا يمكن لأي شخص إنكار وجود أخطاء بفواتير استهلاك الكهرباء، خاصة أن العنصر البشري ما زال له دور في إصدار الفاتورة ومراجعتها، لافتا إلى أن أخطاء الفواتير اختفت بنسبة كبيرة، خاصة بعد تطبيق برنامج القراءة الموحد والاعتماد على التقاط صورة للعداد
وإرسالها أونلاين لشركات توزيع الكهرباء. وأوضح شاكر أن مشاكل فواتير الاستهلاك لن تنتهي بشكل جذري إلا بعد ما كانت القطاع بالكامل وانتهاء تدخل العنصر البشري في عملية تسجيل وإصدار فاتورة الكهرباء، موضحا أن الوزارة حريصة على تلقي كافة شكاوى المواطنين والعمل على حلها في أسرع وقت وبأفضل نتيجة. من موقعنا موقع صدى البلد نقرأ: القرش العائد من القطاع الزراعي يمثل 20% من إجمالي الدخل القومي. قال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة إن الهدف من المشروعات الزراعية القومية التي تقوم بها الدولة تعظيم العائد من القطاع الزراعي، إذ يمثل 20% تقريبا من إجمالي الدخل القومي للدولة. أضاف القرش خلال تصريحات لصدى البلد أن 15% من إجمالي الصادرات المصرية تخص القطاع الزراعي، ويزداد أضعافه من خلال متابعة المشروعات القومية وتنفيذها. أشار متحدث الزراعة إلى أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي لاستصلاح 500,000 فدان في منطقة الساحل الشمالي الغربي يهدف إلى زيادة الإنتاج، كما يتم تطبيق أحدث أنظمة الزراعة والتكنولوجيا الزراعية فيه، مضيفا أن استصلاح الأراضي يهدف إلى إنشاء منظومة زراعية متكاملة وبالتالي فتح آفاق تصديرية جديدة. وأضاف أن الدولة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال زيادة الإنتاج من استصلاح الأراضي، ويحدث ذلك من خلال استثمار الدولة في القطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى كل متر من أراضيها واستصلاحها. من بوابة الوفد نقرأ: الصحة العالمية تطالب الدول الغنية بالتوقف عن إبرام اتفاقات ثنائية حول اللقاحات. طالبت منظمة الصحة العالمية الدول الغنية بالتوقف عن إبرام اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية، ودعت الصحة العالمية إلى مزيد من التضامن بشأن اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لقناة الغد. وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريوس خلال مؤتمر صحفي: أطلب من مصنعي الأدوية إعطاء الأولوية لتوزيع اللقاحات بموجب آلية جوفاكس والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، وتابع: أحض الدول والمصنعين على التوقف عن إبرام اتفاقات ثنائية على حساب آلية جوفاكس. كما طالب رئيس منظمة الصحة العالمية من البلدان التي طلبت عددا أكثر من اللازم من اللقاحات تسليمها للإدارة، وقال: التوجه لشراء اللقاح يضر بالجميع، معربا عن أسفه للعدد القليل من الدول الفقيرة التي تمكنت من بدء تلقي اللقاحات. وتأتي هذه الدعوة في وقت ضعف الاتحاد الأوروبي الذي يتعرض لانتقادات بسبب بطء حملات التطعيم طلبياته المسبقة هذا الأسبوع من لقاح فايزر بايونتك. ننتقل إلى الشأن العربي والدولي، ومن موقع روسيا اليوم نقرأ: تويتر يعلق حساب ترامب بشكل دائم. قالت شركة تويتر إنها علقت حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل دائم بسبب وجود خطر استغلاله في التحريض على المزيد من العنف. وقالت الشركة في بيان بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الحديثة الصادرة عن حساب الرئيس دونالد ترامب والسياق المحيط بها، وتحديدا كيفية تلقيها وتفسيرها على الموقع وخارجه: قمنا بتعليق الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف. وكان مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك قال الخميس الماضي إن الشركة ستمدد الحظر على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فيسبوك وإنستغرام لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة. وقد أغلق كل من تويتر وفيسبوك وسناب يوم الأربعاء مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارعت عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن. وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، مما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونغرس يوم الأربعاء.
بكده بتكون انتهت جولتنا الصحفية. دلوقتي هنسيب حضراتكم مع لقاء مهم مع رئيس البرلمان العربي، تابعونا. مشاهدينا الكرام، بحييكم من خلال هذا اللقاء المهم، لقاء بنتكلم فيه عن القضايا المتعلقة بالشأن العربي. احنا النهاردة في مؤسسة ناطقة بلسان حال الشعب العربي من المحيط إلى الخليج. النهاردة احنا عايزين نتكلم عن هذه المؤسسة اللي هي أحد أهم أهدافها هو الحفاظ على الأمن القومي العربي بأكمله. مؤسسة خلينا نقول بتجمع تحت لواءها أعضاء من مختلف الدول العربية، ممثلين عن البرلمانات العربية. ضيفنا النهاردة هو شخصية عربية هامة، هو أحد الرموز السياسية الهامة في العالم العربي، وهو نائب في البرلمان العربي البحريني أيضا. ضيفنا النهاردة رئيس البرلمان العربي صاحب المعالي السيد عادل عبد الرحمن العسون. برحب بحضرتك في صدى البلد. مرحبا أستاذ العزيزة، وأنا أتشرف بوجودي في قناتكم الكبيرة التي دائما تطرح المواضيع ذات الشأن المهم، فأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح، وأتمنى أن تكون هذه المقابلة تضيف للعمل العربي المشترك. إحنا بنعمل اللقاء ده في فترة مهمة جدا للوطن العربي بأكمله. في البداية خليني أسأل، من خلال تشريف سيادتك لرئاسة البرلمان العربي، الدور اللي بيقوم بيه البرلمان العربي تجاه قضايا الأمة العربية والوطن العربي وما أكثرها؟ طبعا نتشرف بأن احنا نمثل مثل ما تفضلتي الشعوب العربية، ومثل ما تفضلتي أن الأمة العربية الآن تمر بأحلك ظروفها والمشاكل العربية ما شاء الله بازدياد. في نفس الوقت نرى أن هناك في مبادرات كذلك عربية شجاعة وقوية ترد الأمور إلى نصابها، فالبرلمان العربي يسعى أن يتبنى القضايا العربية بشكل مخلص بشكل واضح وبشكل قوي للدفاع عن القضايا العربية بأجملها، ليس عن قضية بعينيها، بل نتبنى القضايا العربية، ويسعى البرلمان العربي أن يكون له دور مؤثر في لم الشمل العربي ودعم العمل العربي المشترك، خاصة وأن الأخطار مثل ما تفضلتي التي تحدث بالأمة العربية أخطار كبيرة، أخطار يتطلب من الجميع أن يسعى لأن يعمل وفق رؤية عربية واضحة للتصدي لهذه الأخطار. إضافة يسعى البرلمان العربي أن يكون الصوت العربي في المحافل الدولية صوت واضح وصوت قوي وصوت مؤثر في الدفاع عن القضايا العربية. فالبرلمان العربي الآن في حلة الجديدة في رؤية الجديدة يسعى أن يكون دور إيجابي ومؤثر وحقيقي. فلدينا الكثير من الخطط التي تبنيناها في المرحلة الأخيرة أو في الفترة الأخيرة. زي إيه؟ مثلا إنشاء مركز للدبلوماسية البرلمانية، هذا المركز بيكون له دور مهم في تأهيل أولا وتطوير البرلماني العربي، إضافة إلى أن يكون له دور مهم في تبني الاستراتيجيات وتبني الدراسات التي تساهم في دعم العمل البرلماني العربي. نسعى من خلال هذا المركز أن احنا نقوم بدور دبلوماسي برلماني على مستوى الخارجي وعلى مستوى التنسيق مع البرلمانات المحلية، أن البرلمان العربي يتبنى مبادرات تسهم في رفع مستوى التعامل أو رفع مستوى التعاطي مع الدبلوماسية البرلمانية من خلال البرلمانات المحلية. إضافة إلى احنا وافقنا على إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب، مثل ما تعلمين هناك يعني استهداف واضح واستقلال واضح لموضوع الإرهاب، موضوع مكافحة الإرهاب وموضوع حقوق الإنسان، فهناك الكثير من الدول المنظمات تحاول أن تستقل هذه الملفين في ابتزاز وأخذ موافقات معينة سياسية أو مواقف سياسية تجاه بعض الدول العربية استقلالا لهذه الملفات. فالبرلمان العربي يسعى
أن يوضح الصورة الحقيقية لموضوع أولا مكافحة الإرهاب، فإن الدول العربية أكثر الدول أكثر من تضرر من هذا الملف. طب أنا عايزة أقف في نقطتين في حضرتك ذكرتهم في المبادرات، ألا وهو الإرهاب وحقوق الإنسان. حضرتك أكيد تابعت ما صدر عن البرلمان الأوروبي، التقرير الذي ظهر سواء بحقوق الإنسان في مصر أو حتى حقوق الإنسان في الدول العربية. رد فعل البرلمان العربي أمام البرلمان الأوروبي والبيان الذي صدر عنه إيه؟ طبعا كان رد واضح، لأن هذا من ضمن الشواهد الذي احنا يعني أخذناها بأن استقلال الملفات هذه للتأثير على الدول. أولا مصر كبيرة، ما يهمها هذا الموقف الأوروبي الغير حقيقي والذي يأتي ضمن استهداف جمهورية مصر العربية. مصر تمثل ثقل عربي مهم، وجود مصر قوية لا يسر أعداء الأمة العربية. فالبرلمان العربي أخذ موقف واضح وداعم بشكل كامل ومندد ومدين للبيان البرلمان الأوروبي، لأنه هو يعتبر تدخل سافر في شأن الداخلي المصري وتعدي على السيادة المصرية، إضافة إلى يعني هم تبنوا أمور غير صحيحة. مصر دولة فيها مؤسسات دستورية ومؤسسات قضائية، ومصر بلد مؤسسات، فاستهداف مصر من خلال هذا الملف مرفوض من ناحية المبدأ منه كبرلمان عربي، وعارفين خلفياته. لذلك احنا نقف وقوف تام ودعم كامل مع جمهورية مصر العربية، وداعمين كذلك لكل التحركات التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي بالنسبة لنا يعني دائما نشعر بالطمأنينة لما فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بأي تحرك، بالذات في لما احنا نرى ان هناك حاجة لوجود موقف عربي. دائما نرى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من يقود هذا التحرك. آخر التحرك الذي يعني طبعا احنا بالنسبة لنا كبرلمان عربي رأينا فيه الكثير من الإيجابية، هو التحرك في أن حسم موضوع التدخل التركي في ليبيا والتدخل الأجنبي في ليبيا. فعندما قالت كلمتها جمهورية مصر العربي، كل من فهم هذه الرسالة أن هذه كانت رسالة الأقوياء للضعفاء، كانت رسالة تقوية. تقصد الخط الأحمر اللي حددوا؟ الأحمر نعم. خلاص. نعم. كان واضح، كان يعني عارفين مين حط الخط الأحمر وقي مدى اللي بيوصل فيه. رسالة واضحة. رسالة واضحة. طيب بما أن حضرتك يعني ذكرت ليبيا، خليني أتطرق من ليبيا إلى موضوع يعني للأسف بقت المنطقة العربية ساحلها، وهو الإرهاب. ما هي الخطوات التي يتخذها البرلمان العربي لمكافحة، مش عايزة أقول الإرهاب والفكر المتطرف، للحد من انتشار هذا الفكر المتطرف والإرهاب على أراضي الدول العربية؟ ويعني زي ما احنا شايفين هي مش دولة عربية واحدة، هي أكثر من دولة عربية بيحدث على أرضها سواء إرهاب أو انتشار الفكر المتطرف. احنا مثل ما تفضلت عندنا هدفين. الهدف الأول الوقاية من الإرهاب، وهذا اللي أنت تفضلت فيه. الهدف الثاني أن نوصل الرؤية الحقيقية لما تعاني الدول العربية من الإرهاب. فهناك الكثير من دول منظمات مثل ما أسلف سابقا أن هي تحاول أن تضع أن الدول العربية في مصاف دول دعم الإرهاب في الوقت الذي إحنا نعاني من الإرهاب. لذلك بتكون اللجنة بالتعاون مع المركز الدبلوماسي العربي تصدر تقارير سنوية دورية بحجم عمليات الإرهابية التي تم القيام بها داخل الدول العربية. مثل ما تفضلتي، في هناك دول تعاني بشكل يومي من الإرهاب، فمكافحة الإرهاب شيء ودعم الإرهاب شيء آخر. نحن الآن الدول العربية نكافح الإرهاب، نحاول نقي الدول العربية من الإرهاب، وفي نفس الوقت نحارب الفكر المتطرف الذي احنا نعاني منه أكثر من غيرنا. لكن الفكر المتطرف احنا لا نؤمن به ونحاربه، لكن ليس هو موجود فقط في الدول العربية، فموجود في كل دول العالم. فاحنا بنوصل الرسالة الحقيقية للوضع الإرهاب وكيفية التعاطي معه وكيفية المعاناة
نحن نعاني منه، لذلك سيكون هناك تقارير ترسل للمنظمات والبرلمانات وكل ذو الشأن أصحاب الشأن بعدد إحصائيات واضحة بالعمليات التي عانت منها الدول العربية. طيب ده برضو هيخليني أسأل حضرتك، هل ما يحدث في اليمن يعتبر إرهاب أم جماعة الحوثيين هم فصيل في اليمن؟ يعني البرلمان العربي كيف يرى ما يحدث على أرض اليمن؟ يرى أن إرهاب مدعوم من دول، طبعا مدعوم من دول على رأس إيران. إرهاب مدعوم من دول بشكل واضح، واضح ظاهر جاهر، ظاهر جاهر. فاليمن يعاني من الإرهاب، ليس فصيل لا 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 ظروف أخرى. هذا ليس، هذا فصيل إرهابي مدعوم من دولة إرهابية تتبنى الإرهاب. وللأسف اللي يحس في النفس أن كل دول العالم ساكتة عن هذه السلوكيات الإيرانية، لماذا لا أعلم؟ إيران تمارس سلوك إرهابي واضح، ليس فقط دعم الإرهابيين في اليمن، بل دعم الإرهابيين في البحرين، دعم الإرهابيين في سوريا، دعم الإرهابيين في كل مكان. إيران الآن توسعت احتلال توم بالصغرى وتوم بالكبرى وأبو موسى في الإمارات. في الإمارات نعم، يعني هي دولة محتلة كمان وليس دولة محتلة ودولة إرهابية كذلك في نفس الوقت تدعم الإرهاب. لماذا كل الدول ساكتة؟ لا نعلم. في الوقت اللي يحاولون لصق دعم الإرهاب في بعض الدول العربية اللي هي أساسا تعاني أصلا من الإرهاب، الوجود الإيراني في العراق، الفصائل اللي تمثل إيران للأسف في دولة من الدول العربية الكبرى تمارس الإرهاب على حكومتها نفسها. لا يكون لا هناك لا يوجد في احترام ولا في أي شيء من جانب إيران، ولا في هناك التزام بالمعايير والمواثيق الدولية. إيران أصبحت يعني تتمادى الآن في دعم الإرهاب، لأن هناك سكوت من الدول التي يفترض أن تحارب الإرهاب لا تعاقب إيران بالطريقة بالدرجة التي تستحقها من عقاب. موقف البرلمان العربي من ملف سد النهضة، خاصة أنه دولتين عربيتين هما دولتي المصب، مصر والسودان، مع التعنت الأثيوبي الذي يحدث، موقفكم إيه؟ طبعا موقفنا داعم 100% للموقف المصري والسوداني، وداعم لأن يكون هناك رؤية مصرية سودانية واضحة في التفاوض، ونعلم بأن هذا الملف تم استخدامه لاستهداف مصر بالأخص. مثل ما قلت لك، جمهورية مصر العربية تقود أمور كثيرة لا تريح أعداء الأمة، فتم دعم أثيوبيا في أمور للأسف يعني تم حثها في أنها هي تتعدى حدودها في تعاطف هذا الملف. الآن بالنسبة لنا كبرلمان عربي، أن مصر الآن تدافع عن حق استراتيجي لها في هناك مدعوم باتفاقيات دولية، وأثيوبيا نفسها هي يعني موقع هذه الاتفاقيات. فمصر الآن يعني تدافع عن مصلحة قومية لها أبعاد كثيرة، فوجود مياه النيل بنسب معينة هذا أمر استراتيجي حق مصر. فالبرلمان العربي يدعم دعم كامل كل الجهود المصرية في الدفاع عن حقها في حصتها في مياه النيل. مصر ما راحت في أن هناك لا يكون في هناك أي تعنت من جانب المصريين، بل بالعكس الإخوان المصريين كانوا هناك في هناك مرونة كبيرة، لكنه في قدر معين. فنحن ندعم كل الخطوات المصرية، ولن نتردد في القيام بأي خطوة تدعم الإخوان في جمهورية مصر العربية في الدفاع عن حقهم. أي شأن آخر وهو شأن مهم وهو الشأن الفلسطيني. يمكن القضية الفلسطينية، خليني أقول لحضرتك، توارد بعض الشيء من كثرة المشاكل اللي موجودة، سواء كل دولة بقى عندها مشاكلها الداخلية، التهديدات اللي بتحصل. فإن احنا نسمع عن القضية الفلسطينية، العودة لمفاوضات السلام، الرجوع إلى المرجعية الدولية سواء بقرارات 338-242، ما بقتش بتحظى بالأهمية القصوى. لكن في نفس الوقت بنجد أن البرلمان العربي بيدعم المنظمة الهامة لرعاية شؤون اللاجئين وهي الأونروا. ماذا يفعل الآن البرلمان العربي بشأن القضية الفلسطينية، خاصة يعني أن هناك توجه لدى عديد من الدول العربية إلى المصالحة أو
اتفاقيات سلام مع إسرائيل، ومصر عاملة اتفاقية سلام مع إسرائيل، لكن اتفاقيات السلام لا تمنع من وضع القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات مرة أخرى. احنا بالنسبة لنا كبرلمان عربي القضية الفلسطينية لن يلهينا عنها أي شيء، بل هي في هناك لجنة اسمها لجنة فلسطين ويرأسها رئيس البرلمان العربي، وهي اللجنة الوحيدة اللي يرأسها رئيس البرلمان العربي. نحن نعمل مع الفلسطينيين منذ فترة، تم مخاطباتنا من قبل الإخوان في غزة لتوفير بعض الاحتياجات التي تخص كورونا، ولباها بالكامل البرلمان العربي من خلال دعم دولة عربية. فالقضية الفلسطينية لن نبتعد عنها، بتظل هي القضية العرب الأولى، والبرلمان العربي واضح في التعاطي مع القضية الفلسطينية، بل احنا نسعى أو نتمنى أو نحث الإخوان الفلسطينيين في أنهم كذلك يكون في هناك يعني مصالحة فلسطينية وترتيب فلسطيني، الانشغال الفلسطيني ليس في صالح الفلسطينيين. فالبرلمان العربي حاضر في القضية الفلسطينية وداعم القضية الفلسطينية، وإن شاء الله نشوف أن القضية الفلسطينية ترى الحلول التي تصب في مصلحة الفلسطينيين. فالقضية الفلسطينية بتظل هي من ضمن القضية الأولى بالنسبة لنا كعرب، لن يبعدنا عنها أي أمر آخر. القضايا العربية كثيرة، لكن بتظل القضية العربية هي القضية الفلسطينية هي القضية الأولى بالنسبة لنا كعرب. والبرلمان العربي يؤمن بأن القضية الفلسطينية في الفترة الحالية تمر بظروف يعني مش مشجعة، لكننا نسعى بأن احنا ندعم الإخوان الفلسطينيين من خلال التواصل مع البرلمانات الإقليمية أو الدولية، وفي تواصل كبير بيننا وبين وزارة الخارجية المصرية الفلسطينية ومجلس الوطني الفلسطيني في أن احنا نكون شركاء معاهم في المسائل التي تحمل حقوق الفلسطينية. نعم. طيب أود أن أعرف التعاون ما بين البرلمان العربي والبرلمانات الأخرى، يعني مثلا هناك البرلمان الأورومتوسطي اللي هو رئيسه الشرفي النائب محمد أبو العنين، وهو يهتم بالشأن العربي والشأن المتوسط. هل هناك أي تعاون ما بين البرلمانات المختلفة مع البرلمان العربي؟ احنا طبعا الآن يعني أوجدنا لجنة تعاون وتنسيق بين البرلمان العربي والبرلمان الأوروبي، ويرأس نائب الأول حق لرئيس البرلمان العربي معالي النائب علي عابد. نسعى لأن نفتح خطوط وحوار وتواصل دائم مع هذه البرلمانات لإيماننا بأن الصوت العربي يجب أن يكون حاضر في بين هذه حاضر عند هذه البرلمانات. إضافة لإحنا سعينا كبرلمان عربي أن نولد نوع من البروتوكولات والتعاون بين البرلمانات العربية نفسها، فوقعنا بروتوكول تعاون مع مجلس الشيوخ المصري مع بعض المنظمات والهيئات المصرية، وإن شاء الله هيئة الرقابة الإدارية أعتقد في الطريق هيئة الرقابة الإدارية، نسعى أن تكون يكونون هما شركاء معانا في خطوات كثيرة، على رأس المركز البرلماني المركز الدبلوماسية البرلمانية. فوقعنا اتفاقية تعاون مع جامعة القاهرة، وانت تعرف ان جامعة القاهرة جامعة كبيرة على المستوى العالمي، فسنتواصل في المرحلة القادمة مع كل المنظمات والبرلمانات المهمة تقريبا التي لها دور في الكثير من القضايا، ونفتح مجالات تعاون، وبيكون التعاون حقيقي معهم، وليس فقط التعاون يكون رسمي أو بروتوكولي، لا بيكون هناك عمل وعمل مشترك من خلال اللجان المشتركة بيننا وبينهم. عايز أجي لنقطة أخرى، ويمكن البرلمان البحريني كان من البرلمانات السباقة في دول الخليج، وهو طبيعة عمل المرأة العربية مؤخرا في الحياة النيابية. أنا أعلم جيدا أنه المرأة البحرينية كانت بتحظى بأهمية كبيرة، ويمكن كانت من أوائل المرأة الخليجية وكان عددهم كبير في البرلمان البحريني. تقييم حضرتك لدور المرأة الآن في الحياة النيابية بشكل عام في البرلمانات العربية، هل أخذت حظها وتقييم عملها إيه وتأثيرها على الحياة النيابية؟ احنا طبعا في مملكة البحرين دعم المرأة يحظى بدعم كبير من جلالة الملك ومن سمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم حرم جلالة الملك،
في دعم المرأة البحرينية في شتى المجالات. المرأة البحرينية الآن رئيسة مجلس النواب، هذا بالنسبة لنا شيء كبير في البحرين، إضافة لها هي عضوة قاضية ووزيرة وسفيرة. فالمرأة البحرينية الآن يعني في وضعها الطبيعي. احنا نؤمن ان المرأة شريكة مع الرجل في المجتمع، فمن خلال تنافس وليس من خلال فرض. البحرين تؤمن بان المرأة البحرينية او العربية قادرة على انها تكون موجودة متنافس او قادرة على انها تكون شريكة مع الرجل في الوضع الطبيعي وليس في وضع يعني كوتات معينة، وهذا يمثل ثقل كبير في المرأة البحرينية. احنا على مستوى البرلمان العربي نسعى الان ان يكون بقدم مستقبلا خطة بان المرأة العربية يكون تواجدها اكبر في البرلمان العربي. احنا في مصر هنا المرأة بدأت تاخذ وضعها في البرلمان. تونس اعتقد ان برضو المرأة ليها وضع. ذكرني ببرلمانات المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية، الأردن، الأردن أيضا. نعم. في كثير من الدول يعني موجود، المغرب، الدول موجود، بس احنا كبرلمان عربي نريد أن نزيد من وجود المرأة. في هناك يفترض 25% منهم نساء، احنا نبي في المرحلة القادمة يزيد ويكون في التزام من الدول بهذه النسبة. وشايف أداء المرأة في البرلمان إيه؟ البرلمانات العربية، ما أقصدش البرلمان العربي. نعم. لا طبعا الأداء جدا ممتاز والأداء مؤثر. المرأة العربية ترى قادرة، ومش بس على المستوى البرلماني، المرأة العربية ساهمت في تحرير الأوطان العربية، وهناك أسماء خالدة في التاريخ النضالي العربي. فالمرأة العربية الآن أوجدت الفرصة وأوجدت الثقة اللي هي تبدع. مندوبة البحرين في الأمم المتحدة كانت مرأة في مجلس، عضوة في مجلس الأمن ورئاسة مجلس الأمن. فالمرأة العربية قادرة وإن شاء الله بتحصل فرصاتها، لكن الأمور دائما تأتي بشكل متدرج. فأعتقد المرأة العربية الآن، مؤمن أنا أن المرأة العربية الآن هي قادرة، بالذات لما تحصل فرصة مثل حصلت المرأة العربية في بعض الدول العربية، فقادرة ومؤثرة. حتى احنا كتجربة كبرلمان عربي أمانة يعني البرلمانيات الموجودات الحمد لله يعني يؤدوا دورهم بشكل جدا ممتاز، ولا نرى فرق بين أدائهم وأداء أي رجل آخر. طيب عايزة أنتقل لنقطة أخرى وهي نقطة مهمة. نظرة الغرب لنا كعرب، دايما الغرب بينظر للعرب ان هم ارهابيين، دعاة تطرف، وبيصدروا الصورة دي بشكل كبير. يعني خليني اقول لك مثلا، اي حادثة ارهابية بتحدث بنبقى حاطين ايدينا على قلبنا هيلبسوها العربي، لان هو لازم تبقى لحد عربي ايا كان جنسيته. كيف تعمل المؤسسات العربية لتغيير هذه النظرة؟ يعني أنا بتكلم عن المؤسسات العربية كلها، ومن ضمنهم طبعا البرلمان العربي. هي مو بس يعني دائما السهام توجه لنا أو الاتهامات توجه لنا، حتى ردة الفعل تكون مختلفة لما يقوم بها. طبعا ليس دفاعا عن العملية الإرهابية، هي مدانة بشيء أي شكل بكل الأشكال الإدانات، لكن لما يقوم بها عربي شوفي يعني وسائل الإعلام تتعاطى معها بشكل آخر. لما يقوم فيها غير عربي شوفين في هدوء وفي مبررات. احنا نبرر الإرهاب، ندين الإرهاب سواء يقوم بعربي أو غير عربي. لذلك البرلمان العربي أوجد لجنة مكافحة الإرهاب. جزء من اللجنة مثل ما أسلف سابقا أن هي ترسل بيانات للبرلمانات الدولية والهيئات ذات الشأن أو مهتمة في الشأن الإرهاب، مكافحة الإرهاب، مكافحة التطرف، بإيش كثر العمليات اللي تعرضت لها الدول العربية، إضافة بمساعي الدول العربية لمكافحة الإرهاب. لذلك احنا من قبل الأسبوع الماضي خطبنا وزارات الخارجية العرب، وزارة الخارجية العرب، أن أعطونا خطواتكم في مكافحة الإرهاب، أعطونا العمليات بشكل يعني بشكل دوري، العمليات اللي تعرضتوا لها، لكي نبين للمؤسسات الدولية أو الأجنبية ما نتعرض له من الإرهاب، ما تقوم به الدول العربية في مكافحة الإرهاب. احنا شركاء في مكافحة الإرهاب، ونريد الثقة
في اعطائنا ان احنا نكون يعني نحارب الارهاب بشكل واضح. الدول العربيه اكثريتها، مصر الان تحارب الارهاب، البحرين تحارب الارهاب، ومصر تعاني من الارهاب، الدول سوريا تعاني من الارهاب، ليبيا تعاني من الارهاب، يعني اكثر الدول العربيه تعاني من الارهاب ولا تتبنى العمليات الارهابيه. فهو توضيح الصوره، البرلمان العربي يسعى من خلال عمل مؤسسي واضح في توضيح صورة أن الدول العربية تعاني من الإرهاب ولا تدعم الإرهاب، فهناك فرق. إضافة إلى لو فرضنا أن شخص فرد قام بعملية إرهابية هو منتمي للأمة العربية أو مواطن عربي، فهذا لا يعني أن الدول العربية كلها إرهابية، ولا يعني أساسا أن هذا العمل مقبول، بل تشوفين أقوى الإدانات تطلع من الدول العربية في الإدانة هذه الأعمال. فالتطرف موجود في كل مكان، احنا الآن نسعى لمكافحة التطرف ونسعى لمكافحة الإرهاب. في الإرهاب البرلمان العربي الآن يتبنى سياسة الوقاية من الإرهاب قبل أن يكون يعني محاربة الإرهاب، لأن ما نبي يكون أصلا هناك عمليات الإرهاب، ولا نبي يكون في هناك أي بيئة لأي متطرف داخل الأمة العربية. فيفترض على المنظمات الأجنبية أن تساهم وتساعد مع الدول العربية في أن تشجعها لأن هي تكافح الإرهاب، لا أن توجه دائما الاتهامات لنا، في الأخير يطلع أنها كلها اتهامات باطلة واتهامات مبنية على ابتزاز لأخذ مواقف من الدول العربية أو لحثهم على يعني أمر معين كوسيلة ضغط. ملتقى الحوار العربي، أكيد الحوار ما بين العرب عامة ممكن يصل بنتائج إيجابية عن البعد. الهدف بقى من ملتقى الحوار العربي، احنا الملتقى الحوار العربي يعني نشوف ان الدول العربية مثل ما تفضلت في بداية كلامك ان المشاكل العربية زايدة، والبعد العربي اصبح في مرحلة يعني خطيرة، واصبحت لا يوجد هناك ثقة في العمل العربي المشترك. احنا نرى ان في هناك دول وشخصيات ومنظمات ما زالت عندها القدرة في أنها تقوم مبادرات لحل المشاكل العربية العربية. فإحنا كتاريخ كأمكانيات كحجم يجب أن نؤمن بأن عندنا القدرة في حل مشاكلنا، ويجب أن نؤمن بأن حلنا لمشاكلنا بنفسنا بلا شك سيجنبنا الكثير من الأمور، على رأسها تعرض السيادة الوطنية للدول اللي تعاني من مشاكل. تعرف وجود الأجنبي معناته مقابلة أن السيادة الوطنية مش حتكون كاملة لوجود أجنبي، إضافة إلى الأجانب أي كان لن يأتي للدول العربية لأجل عيون أي دولة عربية، لأجل أخذ مكاسب سواء مالية أو مغدرات أو سياسية أو اللي يكون. فنؤمن كبرلمان عربي أنه يجب أن نضع لبنة حتى لو كانت صغيرة أو لبنة بسيطة، لأن يكون هناك عمل عربي يتبنى الحوار. فهناك شخصيات كثيرة لا أريد أن أذكر شخصية بعينها، لكن في هناك شخصيات تحظى باحترام الجميع حتى في موضوع مثلا الأزمة الليبية، في هناك شخصيات عربية تحظى باحترام وثقة الطرفين. فنحاول بقدر الإمكان نحن نبدأ، كيف سنبدأ، بأي طريقة سنبدأ، بأي حاجة سنبدأ بالنسبة لنا مش مهم، مهم أن احنا نبدأ نضع لبنة أولى لأن يكون في هناك سياسة واضحة عند الدول العربية وهو الحوار. فإضافة إلى في هناك دول ممكن عربية ممكن هي تقود هذه الحوار، في شخصيات مثل ما تفضلت ممكن تقود الحوار، لكن يجب أن نؤمن أن احنا يجب أن يكون نحل مشاكلنا فيما بيننا بنفسنا وليس من خلال التدخلات الأجنبية. الأجنبي دائما مثل ما قلت لك يريد مصلحته، جاي لأهداف تعزز مصالحه وليس مصالحه، ومصالح الدول العربية بالنسبة لهم آخر شيء ينظرون له، بل قد يكون وجوده لضرب هذه المصالح ولتأثير هذه المصالح. الدول العربية الآن التي تعاني منها كلها للأسف يعني كلها نتيجة التدخلات الأجنبية، وفي هناك نوايا حقيقية داخل الأمة العربية. المملكة العربية السعودية تقود نوايا الحمد لله حميدة، وجمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمغرب وتونس والكثير من الدول اللي هي تحاول أن يكون لها بصمة في أن يكون هناك تجنب عربي للتدخلات الأجنبية، في هناك مسألة أن يكون في هناك حلول للقضايا العربية. فالبرلمان العربي يطلق هذه المبادرات لإيمانه بأن هناك في إمكانية، والله إن شاء الله يعطينا يحقق لنا النجاح من خلال هذه المسألة. في
نهاية، هل حضرتك متفائل بأن احنا نرى مرة أخرى واحدة عربية؟ شوفي، أي مسعى ما يكون من خلال تفاؤل لا ينجح، فإحنا متفائلين ونسعى أن يكون هناك في خطوات. بالنسبة لك مثل ما ذكرتك، الأمة العربية لا تمرض لكن لا تموت، في هناك مساعي، في هناك قيادات، في هناك زعامات. احنا بناء على وجود هذه الزعامات وهذا المساعي نقول التفاؤل هو اللي أساس عملنا. في النهاية هذه قدرنا، لازم أن نتحمل ولازم أن نسعى ولازم يكون عندنا أمل في أن يكون في عمل عربي مشترك ووحدة عربية حقيقية. يجب أن يؤمن جميع العرب، حكومات، قيادات، زعماء، شعوب، أن احنا أمة كبيرة. أما الوضع الحالي ما يكون في صالح أي دولة، حتى الدول اللي الآن في مأمن من مخاطر خارجية، لا ممكن يجي لك، ما يجرى علي أخوك بيجرى عليك في يوم من الأيام. والخطة دي لا أحد يقتنع أو يؤمن بأنه هو بعيد عن التدخلات الخارجية أو عن الأطماع الخارجية. فأنا شخصيا متفائل وأقول إن شاء الله هذا التفاؤل نشوفه مستقبلا، أن احنا نشوف اللي نتمناه كشعوب عربية، وحدة عربية، عمل عربي مشترك، الحوار العربي في حل المشاكل العربية. كل هذه إن شاء الله الأمور نشوفها مستقبلا، فالتفاؤل إن شاء الله موجودة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على استضافتنا رئيس البرلمان العربي صاحب المعالي السيد عادل عبد الرحمن العسوني، بشكرك. أنا أشكرك وإن شاء الله سعيد جدا بهذا اللقاء، وإن شاء الله نراكم دائما على خير، وأتمنى لكم كل التوفيق. شكرا. مشاهدينا الكرام، فقرتنا دلوقتي فقرة اقتصادية. مفيش شك انه عام، يعني خلينا نقول نهايات 2019-2020 كلها في جائحة عالمية أصابت العالم، وهي جائحة فيروس كورونا. فيروس كورونا كان ليه أثر وتداعيات سلبية على معظم اقتصادات العالم. ولما بتكلم على اقتصادات العالم بتكلم على دول كبرى، دول عظمى، اقتصاد قوي. والمفاجأة كانت انه مصر قدرت انها تصمد امام هذه الجائحة بفضل برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي انتهجته الحكومة. قاومنا، مش بس قاومنا، وقدرنا ان احنا نحصل على اشادات من مؤسسات اقتصادية دولية كبرى. النهاردة عايزين بقى نتكلم على 2021، قراءة في الاقتصاد المصري، مؤشرات الاقتصاد المصري في 2021 هيبقى شكلها ايه. كل ده هنعرفه من خلال لقائنا بالدكتور مصطفى ابو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. دكتور مصطفى صباح الخير. صباح النور يا فندم على حضرتك وكل السادة المشاهدين. دكتور مصطفى، خليني اقول كده ان احنا لسه في بدايات 2021، بس احنا خارجين من سنة خليني أقول منهكين منها. سنة 2020 كانت سنة صعبة على الجميع. خلينا نقرأ كده، يعني ممكن نقول مش هقول نشوف الطالع بقى ولا نتنبأ، لكن نقول 2021 بالنسبة للاقتصاد المصري ممكن تبقى شكلها إيه، أو المنحنى بقى هيبقى ماشي إزاي. تمام، خلينا نقول في البداية أن طبعا العام 2020 كان عام اختبار حقيقي للاقتصاد المصري، وإن طبعا عملية الاقتصاد بتكون عملية تراكمية، وأي توقعات بيتم البناء عليها بيكون على ما تم إنجازه أو ما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية. إحنا شاهدنا خلال عام 2020 العديد من المشروعات القومية اللي وفرت الكثير من فرص العمل المباشرة والغير مباشرة، واللي ساهمت في زيادة الناتج المحلي الإجمالي. بمعنى بسيط كده هو حجم إنتاج الدولة اللي أنتجته خلال السنة الماضية. ده طبعا كان مدفوع بناء على تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي زي ما حضرتك أشرتي، واللي صحح المسار الاقتصادي للدولة. احنا خلينا نتذكر سريعا كده، قبل برنامج الإصلاح الاقتصادي كان عندنا معدل التضخم عالي،
كان عندنا ارتفاع في معدل البطالة، كان عندنا ارتفاع في نسبة العجز الكلي اللي كان وصلت ل 108%، كان عندنا ارتفاع في نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وانتهاج الإجراءات السياسية أو السياسة المالية والسياسة النقدية بتحرير سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، وخلت أن كافة التحويلات الخاصة بالعملة الدولارية بتصب مرة تانية داخل القنوات الشرعية وهو الجهاز المصرفي والبنوك الحكومية والبنوك بشكل عام في مصر، ده أدى بشكل كبير جدا في تصحيح الأوضاع الخاصة بالاقتصاد المصري. وخلال عام 2020 كنا بنشوف ازاي المشروعات القومية اللي بتنفذ في كافة القطاعات في الصناعة وفي الزراعة وفي قطاع البترول والغاز وقطاع البناء والتشييد اللي كان ليه مساهمة كبيرة جدا في زيادة حجم النمو أو زيادة الناتج المحلي الإجمالي، كل تلك العوامل أدت ان يكون عندنا أسس وركائز أساسية تخلي الاقتصاد المصري يكون ثابت ويقدر يتلقى الصدمات ويقدر يتكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. بالإضافة لعوامل مهمة جدا وهي الإجراءات السريعة اللي اتخذتها الدولة من خلال تخصيص 100 مليار جنيه لدعم الاقتصاد، بالإضافة للعديد من المبادرات اللي أطلقتها الحكومة بشكل متلاحق زي السياحة متوسط الدخل لمبادرة القطاع الصناعي والزراعي ب 100 مليار العمالة الغير منتظمة، أكتر من 5 مليار جنيه تم صرفهم للعمالة الغير منتظمة منذ بداية إطلاق المبادرة الخاصة بالعمالة المنتظمة لغاية آخر السنة الماضية. وبالتالي كان هناك العديد برضو من الإجراءات الاستباقية في دعم البورصة بتخصيص 20 مليار جنيه للبورصة عشان تقدر تقلل من وتيرة الخسائر اللي شهدتها خلال الفترة الماضية. الأهم من ده إن الدولة دايما كانت بتحط في اعتبارها إزاي إن هي تأمن المواطن نفسه وتأمن متوسط الدخل ومحدود الدخل من خلال البرامج الاجتماعية. يعني خلال وقت الأزمة وقبل الأزمة كمان الدولة انتهجت مسار مهم جدا في دعم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا من خلال طبعا برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، ودعم كمان السلع التموينية من خلال البطاقة التموينية اللي بيستفيد منها أكثر من 70 مليون مواطن، والعديد من المبادرات زي حياة كريمة ونور حياة والمراكب مراكب النجاة، ودعم المناطق العشوائية في نقلها من مناطق غير مخططة وغير آمنة إلى مناطق مهيئة للعيش الآدمي وتحقيق مفهوم جودة حياة المواطن المصري، لتحقيق الغاية الكبرى من برامج الإصلاح الاقتصادي وتنفيذ المشروعات القومية وهي تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء. هي منظومة الدعم بشكل عام يعني خلينا نقول إنها أخذت مسار تصحيحي، لأن الدعم بقى يوصل لمستحقيه بجد. يعني الكلمة دي لما بنقول الدعم يصل لمستحقيه، المسار التصحيحي لمنظومة الدعم كلها اختلفت، سواء بقى احنا بنتكلم على نقاط تموينية، سواء على دعم المشروعات لانتقال المواطنين من المناطق غير الأمنة للمناطق حديثة. يعني بشكل عام منظومة الدعم، حتى احنا بنتكلم على الصحة كمان، كان في دعم للصحة بالنسبة للمواطنين الفترة الماضية. بس يعني يمكن كانت الموجة الأولى بشكلها من فيروس كورونا قدرنا ان احنا نصمد ليها. احنا دخلنا الموجة الثانية دلوقتي، وزي ما احنا شايفين في دول العالم، يعني زي مثلا بريطانيا حالة إغلاق كامل، هي مش قادرة تقف قدام الموجة، ومعرفش اقتصادها وخروجها وما بعد البريكزيت. ألمانيا يعني الاضطرابات السياسية في الولايات المتحدة مع الأعداد دي، احنا هل هنفضل قادرين نصمد في الموجة التانية برضو؟ لأنه حضرتك كمان لو اللي بيحصل في العالم أساسا، حركة التجارة العالمية، حركة الاستثمار في العالم، خليني أقول متباطئة بشكل كبير. تمام،
هي مصر هنا في تجربتها مع مواجهه ازمه كورونا انتهجت سياسه اقتصاديه توسعيه، وانتهجت معادله صعبه غير اللي انتهجتها باقي الدول. زي ما حضرتك قلتي، كبرى اقتصاديات العالم انتهجت الاغلاق الكامل، وده اثر عليها بشكل كبير. يعني زي ما بنقول بريطانيا حصل عندها معدل انكماش في النمو ب 9%، فرنسا ب 10.4%، الولايات المتحدة الأمريكية ب 5.3%، تركيا ب 5.2%، لكن مصر انتهجت سياسة الموازنة ما بين استدامة تشغيل الأنشطة الاقتصادية مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا. اهتمت هنا الدولة في الفترة دي ان هي تزود من انتاجها المحلي، خاصة ان الدولة خلال قبل أزمة كورونا ومن سنتين عندنا استراتيجية لتعمير المكون المحلي مقابل المكون الأجنبي، ودعم الأنشطة الاقتصادية من خلال مساندة الصادرات وزيادتهم للإنتاج. ده وفر بشكل كبير جدا إتاحة كافة السلع والمنتجات. يعني احنا خلال الفترة الماضية وخلال الموجة الأولى لم يشعر المواطن بأي نقص في أي سلعة أو منتج في السوق المحلي، وده لأن الدولة بتنتهج سياسة التوسع في الإنتاج المحلي وتوافر كافة السلع والمنتجات من خلال كافة المنافذ اللي بنشوفها. تمام، وبالتالي مع قلة الاستيراد، خلينا نقول يعني بقى الناس مش معتمدة على اللي جاي من الخارج، خلاص انا ابتديت اعتمد على المنتج المحلي بتاعي. والدوله انا ما بتكلمش على التصنيع، لان التصنيع لازم يبقى فيه جاي حاجات بعض. بالظبط، لكن يعني الدوله بتركز بشكل اساسي على المنتجات محليه الصنع اللي تقدر تكفي الطلب ويكون في زياده من المعروض قصاد الطلب عليه، وده اللي اثر بشكل كبير جدا على انخفاض معدلات البطاله. ما هو اي سلعه بتكون عرض وطلب، طالما ان العرض او انتاج السلعه متوفر بشكل كبير يغطي اكثر من الطلب عليه، ده بيساهم بشكل كبير جدا في انخفاض معدل التضخم وتلبيه كافه احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات. وبالتالي الدوله مشت في هذا الاطار بشكل كبير جدا، والاهم من ده سياسه التناغم والتنسيق ما بين الوزارات اللي موجوده في الدوله. يعني ابسط مثال، لما بنشوف وزارة التجارة والصناعة بتصدر بعض القرارات بمنع تصدير البقوليات لمدة 3 شهور عشان توفر الانتاج المحلي للسوق المحلي، بتمنع استيراد. ده قرار بتاع الفول اللي من يومين. بالظبط، وقبليها برضو في بداية الأزمة كان في قرار بمنع تصدير البقوليات، وبرضو منع استيراد السكر عشان نشجع الصناعة الوطنية وما يحصلش أي تذبذب في الأسعار. عندنا كمان كان في تنسيق ما بين وزارة المالية في إتاحة 16 مليار جنيه لوزارة التموين عشان تقدر تشتري القمح المحلي ونوفر كافة احتياجاتنا من القمح ونوفر رغيف الخبز للمواطنين. كان في تنسيق تاني ما بين وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي في تجهيز المستشفيات الجامعية بكافة احتياجاتها الطبية. كان عندنا تنسيق آخر ما بين وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم في التحول للامتحانات بشكل إلكتروني زي ما شفنا الفترة الماضية. فلازم تكون الدولة عندها رؤية وتنسيق عشان نقدر نحقق نتائج ونتخطى المرحلة المقبلة حتى كمان بنفس النهج، وده اللي الدولة بتعتمد عليه في المرحلة الحالية، إن هي تعدي نفس الـ 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 الأزمة بنفس العوامل وبنفس التنسيق والتناغم ما بينها وما بين كافة جهات الدولة. طيب ده دكتور مصطفى هيخليني كده، التنسيق ما بين الوزارات اللي حضرتك كنت اديت لنا أمثلة عديدة منه هيخليني أجي عند الإصلاح الهيكلي. فلو نقول بشكل مبسط للمواطن تفاصيل هذا البرنامج، لأنه أعتقد أنه برنامج مهم جدا، برنامج الإصلاح الهيكلي. تمام، الإصلاح الهيكلي بشكل بسيط هو إزاي نزود مساهمة كل قطاع من قطاعات الدولة في الناتج المحلي الإجمالي، زي قطاع الصناعة، قطاع الزراعة، قطاع الصناعات التحويلية، قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قطاع البناء والتشييد.
ازاي ان احنا نزود المساهمات بتاعتهم في الناتج المحلي الاجمالي، وبالتالي ده هيأثر بشكل كبير جدا على زيادة معدل النمو، واللي هيأثر بشكل ايجابي اكثر على توافر الكثير من فرص العمل، اللي هيؤدي في النهاية لانخفاض معدلات البطالة. طيب احنا دلوقتي في التركيبة الخاصة بالناتج المحلي الاجمالي، قطاع الصناعة بيساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 18%. المستهدف من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي أن يصل مساهمة قطاع الصناعة إلى 21%. مساهمة قطاع الزراعة حاليا بتبلغ 15%. المستهدف أن هي توصل ل 20%. طب إحنا هنحقق الكلام ده إزاي؟ عن طريق عدة محاور. أول حاجة محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص. دلوقتي القطاع الخاص عامل رئيسي ومساعد جدا في عملية تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، اللي دايما احنا بنكررها دايما، التنمية المستدامة ازاي ان احنا نعظم من قدراتنا في مواردنا ونخلي في قيمة مضافة من الموارد نستفيد بها في الحاضر ويستفيد بها من يأتي في المستقبل. وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص من خلال ايه؟ من خلال تخفيض مدة التراخيص الخاصة ببدء الأعمال، وده هيساهم بشكل كبير جدا في تقدم مركز مصر في مؤشر التنافسية العالمية، اللي بيعتمد على عدة ركائز، منها سرعة بدء النشاط التجاري، سرعة الحصول على التمويل، سرعة الحصول على الكهرباء. ده وزارة الاستثمار بقى بنتكلم. لا. يعني زي ما بنقول الشباك الواحد، الحاجات الاجراءات اللي بتتعمل ده في اطار طبعا الاستراتيجية الدولة اللي بتسير فيها في التحول الرقمي والشمول المالي، عشان تقدر تقدم خدمات اسرع في وقت قليل للمستثمرين وللمواطن في نفس الوقت. تاني حاجة محور تنمية تنويع الهيكل الاقتصادي، يعني ان احنا لازم ما نعتمدش على مصدر واحد او قطاع واحد، لازم نضخ استثمارات في أكثر من قطاع، وده اللي بالفعل حاصل دلوقتي زي ما بنشوف قطاع البترول والغاز الطبيعي بيحقق طفرة كبيرة، بيساهم بأكثر من 27% من الناتج المحلي الإجمالي. عندنا طفرة كمان في زيادة الإنتاج في القطاع الصناعي، واللي احنا شفناه خلال السنة الماضية و 2019 و2020 في زيادة حجم الصادرات من القطاع الصناعي. ازاي نحسن من الصادرات الزراعية؟ ودي المهم جدا ان احنا نستفيد من الزراعة والحاصلات الزراعية المرتبطة مع الصناعات الغذائية في قطاع الصناعة، وازاي ان احنا نعظم من القيمة المضافة. المحور الثالث والاهم، ازاي نرفع من قدرات سوق العمل ومرونة سوق العمل، وازاي ان احنا نوفر له الكفاءات المدربة من خلال البرامج التدريبية اللي ترفع قدراته واللي تتناسب مع المتغيرات الخاصة بالسوق وما يحتاجه من وظائف او فرص عمل تتناسب مع المشروعات اللي بيتم تنفيذها حاليا. المحور الاخير اللي هو ازاي نرفع كفاءة المؤسسات العامة ونطبق الحوكمة، ان احنا يبقى عندنا ادارة رشيدة نقدر نتابع بيها الاجراءات الخاصة بالمشروعات ونسب تنفيذها، وده بيتم حاليا من خلال ما يسمى بموازنة البرامج والاداء اللي بتنتهجها وزارة المالية. ازاي بتقدر تتابع المشروع من المخصص المالي اللي بيتصرف على المشروع، التوقيت الزمني هل بيسير في المعدل المستهدف لتنفيذ المشروع؟ بس هيتكلم على مشروعات قومية، هيتم تطبيقه في كافة المشاريع بالظبط كده، حتى لو مش مشروع يتبع الدولة بالظبط، لان طبعا في الاخر كل ده بيصب في الناتج المحلي الاجمالي للدولة المصرية، وبالتالي هيكون في متابعة لنسب التنفيذ ونسب المشروعات والتنفيذ المستهدف في الخطة السنوية، أو إذا كنا بنتكلم على خطة قصيرة المدى خلال 3 سنوات أو طويلة المدى خلال 5 سنوات أو 10 سنوات، وده هيحكم الموضوع، وبالتالي نصل لتحقيق برنامج إصلاحي هيكلي يعظم من حجم الناتج المحلي الإجمالي اللي احنا وصلنا ليه حتى الآن إلى ما يقرب من 6 تريليون
جنيه. وبالتالي الدولة بعد ما انتهت من تطبيق المرحلة الأولى اللي هي مرحلة تثبيت مؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، دلوقتي هتبتدي تمشي في تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي. طيب الفترة اللي فاتت أو بأواخر عام 2020 كان هناك العديد من الشهادات من المؤسسات الدولية اللي بتشيد بالاقتصاد المصري. شفنا بنك الدولي، فيتش، موديز، يعني عدد من المؤسسات الدولية. ده يرجع عليا بإيه لما مؤسسات دولية بتشيد بالاقتصاد المصري؟ طب ده يفيدني بإيه؟ تمام. لا، هيفيد مصر بحاجات كتيرة جدا. زي اولا لما يكون عندي شهادات قويه من اكبر مؤسسات تصنيف ائتمانيه واكبر مؤسسات دوليه موثوق في تقاريرها والارقام اللي التوقعات اللي بتصدر من خلالها، ده بيفيد الاقتصاد المصري في تعزيز ثقه المستثمر في اقتصاد الدوله دي، بيعزز دور او ثقه المستثمر في اقتصاد مصر من خلال ان هو يقدر يكون امن على ضخ استثماراته وامواله في الاستثمار الاجنبي المباشر او حتى الاستثمار الاجنبي الغير مباشر في اذون الخزانه اللي بتطرحها الحكومه. وده خلينا نقول ده بيكون شهاده جداره ائتمانيه للاقتصاد المصري، وده انعكس فعلا خلال 2019 على الاقتصاد المصري ان احنا قدرنا نجذب 9 مليار دولار على مستوى افريقيا، تعتبر المركز الاول في جذب الاستثمار الاجنبي المباشر في افريقيا بنسبه 11% من جمله الاستثمارات اللي دخلت افريقيا بتقدر ب 45 مليار دولار. يعني معنى كده ان مصر قدرت تقتنص 9 مليار دولار من ال 45 مليار دولار. التسعة مليار دولار الاستثمار الأجنبي المباشر دول بيروحوا في مشروعات بيتم تنفيذها على أرض الواقع، ده بيوفر لي أو بنستفيد منه، بيوفر لي فرص عمل للمواطنين، بيوفر لي أن الدولة بتزود ضرائبها عن المشروعات اللي بيتم تنفيذها، وبالتالي ده بيزود معايا في نسبة الإيرادات العامة للدولة، وده اللي بنقدر نحقق منه إلى جانب طبعا كافة مصادر الدولة من الإيرادات ومصادر الدولة من العملة الدولارية في تحقيق الفائض الأولي، إن بيكون عندي الإيرادات أكتر من المصروفات طبعا قبل احتساب فوائد وخدمة الديون، وده بيساهم معايا بشكل تاني في انخفاض نسبة العجز الكلي ما بين الإيرادات والمصروفات. وبالتالي كلما زادت أو زاد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بفضل طبعا الشهادات الدولية، ولما مؤسسات التصنيف الائتماني زي موديز وستاندرد أند بورز بتثبت التصنيف الائتماني للدولة المصرية، ده بيكون ليه انعكاس تاني على قدرة الدولة إن هي تقدر تسدد التزاماتها من الديون الخارجية. هو احنا وضعنا ايه في الدين الخارجي دلوقتي؟ احنا وضعنا امن ومستقر وفقا، مش كلام بقى يعني كلام محلي، لا، بالنسبه للمعايير الدوليه. في معايير دوليه بتقول ان بتتقسم لثلاث شرايح، الشريحه الخطيره فيها ان يصل نسبه الدين العام لاي دوله ل 60% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. يعني الدين العام تقصد دين داخلي ودين خارجي؟ الاثنين مع بعض. لا، الدين الخارجي. الدين الخارجي بس. الدين الخارجي. الدين الخارجي ان يصل ل 60% من حجم الناتج المحلي الاجمالي. بالنسبه لمصر احنا وضعنا عندنا دين خارجي 111 مليار دولار، بيمثلوا قد ايه من الناتج المحلي الاجمالي؟ 31%. معنى كده ان دي نسبه قليله جدا وتعتبر في الحدود الامنه بالنسبه للمعايير الدوليه. في تقسيمه صغيره داخل ال 111 مليار دولار ان منهم 10 مليار دولار بيستحقوا في أجال أقل من عام، يعني إحنا يعتبر في خلال عام بيبقى علينا 10 مليار دولار، هم دول اللي إحنا محتاجين نسددهم خلال السنة، لكن باقي ال 111 دول طويل الأجل. 101 بقى لو شلنا ال 10 مليار يبقى 101. 101 101 دول طويل الأجل، وبالتالي إحنا وضعنا الحمد لله بالنسبة للدين الخارجي مستقر وآمن جدا، طالما ان حجم الاقتصاد بينمو ويتوسع، وده من خلال زيادة الناتج المحلي الاجمالي.
انا بشكرك على يعني على الاحساس بالطمانينه، وان شاء الله 2021 باذن الله تبقى مرحله الانطلاقه بقى، ونخلص بقى من اللي احنا فيه ده، وتبقى بجد يعني نبقى واقفين على ارض ثابته وننطلق بقى للامام باذن الله. انا بشكر دكتور مصطفى ابو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه، نورتنا يا فندم. شكرا جزيلا يا فندم. مشاهدينا الكرام، بكده بتكون خلصت حلقتنا النهارده من صباح البلد. نشوفكم بكره ان شاء الله الساعه 8 صباحا، حتى ذلك الموعد الى اللقاء.